هاتفيا ينضم الينا دكتور اكرام بدر الدين استاذ العلوم السياسيه. دكتور اكرام، الحقيقه انه خلال العشر سنوات الماضيه كان هناك تعاون كبير جدا ما بين مصر وبين السعوديه، هناك زيارات متبادله بين كلا او ما بين قاده البلدين، عكس نوع من التكامل الاقتصادي، تعزيز التعاون العسكري، حتى ان السعوديه اصبحت اكبر شريك تجاري للدوله المصريه. بشكل عام كيف تصف العلاقات المصريه السعوديه؟ يعني خلينا نقول ان العلاقات المصريه السعوديه هي علاقات تاريخيه ومتميزه وقويه على المستويين الشعبي والرسمي. كلاهما دوله اقليميه مؤثره في المنطقه. السعوديه لها تاثيرها في منطقه الخليج وفي مجلس التعاون الخليجي. مصر لها تاثيرها في المنطقه العربيه، وبيرتبط الامن القومي المصري بالامن القومي الخليجي وبالسعوديه بالتاكيد. في جالية مصرية كبيرة في السعودية بتساهم في عملية التطوير والتنمية في المملكة وتزيد من قوة الروابط بين الدولتين وتدعمها. مصر بتتقارب وتتوافق في سياستها مع المملكة العربية السعودية، وبيوجد تنسيق متبادل على مختلف المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية. احنا ممكن نقول حتى ان من الناحية التاريخية السعودية كانت من الدول المؤيدة لمصر قبل حرب اكتوبر في اطار دول الدعم العربي، وهي الدول العربية الخليجية، فكانت هناك تأييد من جانب هذه الدول ومن جانب المملكة العربية السعودية لمصر. عشان كده بيتقال دايما اذا توافقت مصر والسعودية فقد توافق العرب. التعاون والتقارب المصري السعودي له اهمية بالذات في هذه الاونة، يعني التوقيت في الأحداث السياسية أو عنصر الزمن له أهمية. إحنا في الفترة دي بنشهد أو بتشهد المنطقة العربية تطورات متلاحقة، تحديات متصاعدة، تهديد للمصالح العربية في أزمات يعني وتداعيات خطيرة سواء في غزة أو في لبنان، في أيضا الملفات الساخنة اللي بتهدد الدول العربية، وبالتالي بتسعى مصر وبتسعى السعوديه الى الحفاظ على الدوله القوميه وعلى مؤسساتها وعلى وحده الجيوش العربيه. احنا شفنا يمكن ازمات في السودان، في اليمن، في ليبيا، في سوريا. اذا كل دي تحديات بتتعرض لها المنطقه العربيه ويتعرض لها الامن القومي العربي. التنسيق المصري السعودي والعلاقات القويه المصريه السعوديه واللي بتصل الى درجه العلاقات الاستراتيجيه او الشراكه الاستراتيجيه لها دور كبير وهام في مواجهه هذه التحديات التي تتعرض لها المنطقه العربيه والتي يتعرض لها الامن القومي العربي. الحقيقه انه سواء اتحدث هنا عن الدوله المصريه او حتى عن السعوديه، هم حجر الاساس بالنسبه للامن العربي وحتى الامن الاقليمي بشكل كبير، وهناك العديد من التحركات الاخيره القويه التي عكست بشكل كبير نضج سياسي، نضج دبلوماسي، وهناك دائما رغبه الحقيقه من الدوله المصريه زي ما حضرتك ذكرت الان دكتور اكرام على الحفاظ على الدوله العربيه وعلى كل الجيوش العربيه بشكل كبير. إلى أي مدى كل هذه التحركات اللي عكست نوع من النضج السياسي، نضج دبلوماسي، تعكس رغبة كلا البلدين سواء الدولة المصرية وحتى السعودية في تعميق مزيد من العلاقات الاستراتيجية ما بين مصر والسعودية؟ طبعا ده بيعكس أو هذه العلاقات بتعكس قدرة المملكة العربية السعودية ومصر على تحقيق التوافق، على تحقيق التنسيق المتبادل وعلى مختلف الأصعدة الحقيقية، سواء لمواجهة التحديات الاقتصادية واللي بيعاني منها العالم وبيعاني منها الإقليم، أو الأزمات السياسية والتي تنعكس على أمن المنطقة العربية وتمثل تحديات. إذا المملكة العربية السعودية ومصر لهما دور مهم في مواجهة هذه التحديات، وبالمناسبة هذه التحديات لا تواجه الدولتين فقط، يعني لا تواجه مصر والسعودية فقط طبعا، وإنما تواجه المنطقة العربية ككل. ومن هنا نفهم أهمية التنسيق والتعاون المتبادل بين مصر والسعودية وعلى مختلف الجوانب وعلى مختلف الأصعدة، سواء من الناحية السياسية، من الناحية الاقتصادية، من الناحية الأمنية. الهدف في النهاية هو الحفاظ على الأمن القومي العربي، صحيح، ومواجهة ما يتعرض له من تحديات
ونقدر نقول في النهاية أن العلاقات المصرية السعودية هي نموذج لما يفترض أن تكون عليه العلاقات العربية العربية. بالتأكيد هناك تشابه حتى كبير جدا في الرؤى ما بين الدولة المصرية والسعودية في كل الأمور وفي كل القضايا، وكما حضرتك ذكرت هو وقت عصيب للغاية تموج فيها المنطقة بالعديد من الأزمات، وحتى هناك تبعات أمنية بشكل كبير على المنطقة بأكملها. أتحدث هنا خاصة عن القضية الفلسطينية، والحقيقة أن الدولة المصرية كان لها دور كبير جدا منذ بدء هذه الحرب في 7 أكتوبر قبل هذا العام، يعني العام الماضي الحقيقة، سواء كان على المستوى السياسي بعقد قمة القاهرة للسلام، أيضا كان هناك قمة الرياض التي انعقدت في السعودية، الدولة المصرية تحركت وكان هناك عدد كبير جدا من قادة ولقاء السيد الرئيس بقادة ورؤساء دول العالم على المستوى الإنساني، تخصيص مطار العريش لاستقبال مساعدات كل دول العالم. أيضا ما يحدث في لبنان وهو ما حذر منه السيد الرئيس مرارا وتكرارا في بداية هذه الأزمة، أن سيكون هناك أمر مماثل سواء في الضفة الغربية أو حتى في المنطقة بأكملها. هناك تقارب في الرؤى ما بين مصر والسعودية، إلى أي مدى هناك تعاون كبير من الممكن أن ينعكس في الوقت القريب ما بين مصر والسعودية يعود بالسلام وبالاستقرار على المنطقة بأكملها نتيجة هذا التعاون وهذه الزيارات المتبادلة ما بين كلا قادة البلدين؟ طبعا يوجد تنسيق متبادل بين مصر والسعودية سواء على مستوى القيادة أو على المستوى المؤسسات الرسمية. مصر كان لها دور كبير الحقيقة، ومنذ اندلاع الأزمة في غزة من حوالي عام أو أكثر قليلا مصر لعبت دور مهم سواء على مستوى الدبلوماسي أو المستوى السياسي أو المستوى الإنساني. كان في أيضا تشابه وتقارب مع وجهة النظر السعودية في هذا الأمر، كان في لقاءات عقدت، كان في لقاء الرياض، كان في استمرارية في تبادل وجهات النظر. الهدف سواء من مصر أو السعودية هو العمل على إيجاد حلول سياسية لهذه الأزمة ونزع فتيلها حتى لا تحدث تداعيات خطيرة، وده يمكن اللي حذرت منه مصر واللي حذرت منه الدولة المصرية والقيادة المصرية ومنذ البداية، أنه إذا لم يتم احتواء هذه الأزمة، نقصد أزمة غزة وما تعكسه من خطورة، فإن الأمر يمكن أن يؤدي إلى انجراف أطراف إقليمية أخرى واتساع دائرة الصراع. ويمكن احنا شوفنا صدق هذه النظرة مؤخرا، شوفنا أن الأزمة أصبحت تمتد الآن من غزة إلى لبنان، في احتمال أن تمتد إلى إيران. إذن يبدو الأمر هنا أن هناك أهمية كبيرة لضرورة تنسيق الجهود وتبادل وجهات النظر، وبالذات بين مصر والمملكة العربية السعودية باعتبارهما دولتين إقليميتين مؤثرتين في المنطقة، لنزع فتيل هذه الأزمات والتي يمكن أن تمثل أضرار وتحديات للدول العربية ككل وللمنطقة ككل. وده سؤالي لحضرتك، بما أنهم يمكن قلب الأمة النابض وهناك تاريخ كبير جدا من الأخوة والتعاون المتبادل ما بين الدولة المصرية والسعودية، الحقيقة هناك تكامل اقتصادي بسبب هذه العلاقات الوثيقة والقوية والممتدة ما بين كلا البلدين، هناك تعزيز تعاون عسكري، السعودية أكبر شريك تجاري الآن للدولة المصرية. سؤالي لحضرتك الآن بسبب متانة هذه العلاقات والتاريخ الكبير الممتد وتاريخ من الأخوة والتعاون المتبادل، إلى أي مدى هناك تعويل أو تعول الدول العربية، وتحدث خاصة على دولة فلسطين الشقيقة، على قوة ومتانة هذه العلاقات والعلاقة الوثيقة بين الدولة المصرية والسعودية في تخفيف حدة هذا التوتر وهذه الأزمة أو حتى وقف هذه الحرب؟ طبعا يعني مصر والسعودية بيبذل جهود مكثفة وعلى مختلف المستويات الحقيقة من أجل احتواء الأزمة في غزة، سواء على مستوى الدبلوماسي أو على مستوى السياسي أو العمل على تبادل وجهات النظر مع قادة ورؤساء دول العالم من أجل التوصل إلى حل لهذه الأزمة. أيضا في مجال المساعدات الإنسانية كان في دور مهم لمصر، كان في دور مهم للمملكة العربية السعودية في مساعدة الأشقاء الفلسطينيين، وبنأمل أن تؤدي هذه الجهود المكثفة المصرية السعودية إلى
نزع فتيل هذه الأزمة والتي أدت إلى تداعيات يمكن أن تهدد المنطقة بأكملها ويمكن أن ينعكس أثارها أيضا على المستوى الدولي. وده زي ما بقول لحضرتك اللي حذرت منه مصر ومنذ البداية. فهذا التنسيق وتبادل وجهات النظر والمستمر، خلينا نقول كمان يعني هذا التنسيق مستمر، يمكن أن يؤدي إلى تخفيف وطأة الأزمات والتحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية. هي ليس فقط حتى تحديات أمنية دكتور إكرام، لكن هناك العديد من المشاكل والتحديات الاقتصادية بدءا من أزمة كورونا، الأزمة الروسية الأوكرانية خاصة أنها تقع ما بين دولتين مهمين للغاية، الآن القضية الفلسطينية. بالتأكيد هناك تبعات اقتصادية كبيرة جدا ليس فقط على السعودية أو الدولة المصرية لكن على المنطقة بأكملها. لكن كما ذكرنا هناك تاريخ من الأخوة، تعاون متبادل ما بين الدولة المصرية والسعودية، السعودية أصبحت أكبر شريك اقتصادي للدولة المصرية. إلى أي مدى تجني الدولة المصرية ثمار هذا التعاون المثمر ما بين مصر والسعودية؟ طبعا يعني أنا عاوز أقول أن التحديات مش بتنعكس حتى فقط على الإقليم، إنما يمكن أن تكون هناك تداعيات دولية. بالضبط كده، يعني شوف حضرتك ما يحدث في البحر الأحمر وتداعيات البحر الأحمر، ما دي أثرت ليس فقط على اقتصاديات الإقليم وإنما أثرت على سنتحدث عن هذه النقطة باستفاضة فيما بعد. دكتور إكرام بدر الدين أنا بشكرك شكرا جزيلا، أستاذ العلوم السياسية كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.